Change initiative, regional initiatives, and those ongoing challenges in bringing armed groups under the rule of law and warding off threats from Iraq's neighbors. So I'd like to ask you about some of those, but first I wanted to ask you a question that acknowledges that we are getting close to the anniversary of the US-led invasion of Iraq and the end of Saddam Hussein's Iraq. And I think one of the very interesting things about you is that, unlike most other politicians, senior leaders in Iraq, you never left. You stayed. You stayed during that very devastating period of sanctions under Saddam, during the uprisings. And I'm wondering how that has affected, if it has, your approach to governing Iraq, or even how you view the country. شكرا جزيلا لكم على إدارة هذا اللقاء. بالتأكيد نستذكر المآسي والجرائم والحروب العبثية والحصارات والفقر الذي استشرى بشكل واضح صور مؤلمة طيلة الحقب الزمنية لفترة النظام الدكتاتوري. هذا ينعكس على رؤيتنا لعراق المستقبل، والذي نرى أنه يجب أن يكون عراق مستقر مسالم بعيداً عن الحروب والتدخلات الخارجية، بنفس الوقت بعيداً عن الصراعات. لا نقبل للعراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات. نريد أن نعمل أن يكون العراق ساحة لالتقاء الفرقاء والشراكات الاقتصادية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ولدينا من المقومات التي نعتقد بأنها كفيلة أن تؤسس للعراق أن يكون مرتكزاً للتعاون للشراكات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والعالم. بالتأكيد أنا شخصياً ممن عايش فترة النظام السابق وتعرض للظلم حال كثير من العراقيين. هذا دافع لي على المستوى الإنساني والأخلاقي أن لا يتكرر الظلم مع أي عراقي في كل مكان في أرجاء العراق. Thank you. You know, it's often said that the United States and its allies invaded a country that they didn't understand. I'm wondering, is there something, what would it be, that you would like the West to understand better about Iraq now? And also, is Iraq fundamentally the same country as it was in 2003? And are Iraqis the same as they were? الولايات المتحدة ساعدت العراق في عملية التغيير، وانتهينا إلى اتفاقية إطار استراتيجي. العراق ينظر للولايات المتحدة أنها شريك استراتيجي، ومن مصلحة العراق أن يقيم علاقة على كافة الأصعد، وأن نفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بمجالاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وهذا ما نعمل عليه. ما نريده من الغرب عموماً أن يتفهم الوضع العراقي. نحن هنا نتكلم عن بلد لديه إرث حضاري، لديه اعتزاز بنفسه، يمثل مكونات وأطياف وأديان، يرتبط بمصالح مع دول المنطقة. هذه النظرة التي يجب أن تكون حاضرة في تفكير الغرب تجاه العراق. لا يمكن أن يصطف العراق في محور ضد الآخر، وإنما قدر العراق أن يكون ساحة للتلاقي، وهو مؤهل لهذا الدور. وأعتقد أن قوة واستقرار
العراق هي قوة واستقرار للمنطقة والعالم، وهذه هي النقطة المشتركة التي نجتمع فيها مع الأصدقاء في الغرب. Thank you. You know, the new generation of young Iraqis, including الجيل الشاب في العراق يتضمن ويشمل طلاب في هذه الجامعة، يتذكرون صدام حسين، وكثر من بينهم كبروا وليس لديهم حس بالاستقرار أو أي أمل بالمستقبل. ماذا يمكن أن تعدوا الجيل الشاب؟ وماذا يمكن أن تفعلوا لهم؟ واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة وتواجه الدولة العراقية هو أننا أمام مجتمع فتي يمثل الشباب النسبة الأكبر، وهذه الشريحة المهمة إذا استثمرت بالشكل الصحيح قطعاً سوف تكون عامل قوة للدولة واستقرارها وازدهارها. كحكومة نعمل على عدة جوانب، لكن الجانب المهم هو في كيفية إيجاد فرص عمل للشباب. في ظل الظروف المالية الحالية ليس من المستطاع أن نغطي هذه الحاجة من فرص العمل من خلال التوظيف الحكومي، لذلك نعمل مع الشباب في برامج عدة، ولعل من أهمها برنامج ريادة الذي أطلقناه مؤخراً، وهو بفلسفة جديدة تذهب إلى طلاب الإعداديات والمعاهد والكليات من خلال تأهيلهم في تأسيس مشاريع خاصة تحظى بتمويل ورعاية مستمرة لتأسيس شركات صغيرة تتطور بالمستقبل إلى متوسطة وإلى كبيرة. هذا من المشاريع الواعدة التي سوف تستقطب جزء كبير من الشباب العراقي المثابر الذي يستحق منا هذه العناية وهذا الاهتمام. So it seems that that private sector initiative is really intertwined. القطاع الخاص مترابطة أو مرتبطة بمسائل الفساد والبيروقراطية. برأيك ما الذي سيمكنكم أن تفعلوه في هذين المسألتين من أجل تشجيع القطاع الخاص؟ أنا أطلقت على الفساد بالجائحة، ومطلوب مني أن أجد اللقاح لمواجهة هذه الجائحة. الفساد تهديد خطير للدولة العراقية، يهدد كل الخطط والبرامج والسياسات التي ننوي تنفيذها. بدون الوقوف أمام هذه الظاهرة والحد منها بإجراءات مهنية قانونية سليمة، لن يكتب لهذه الخطط ولن يكون الطريق سالكا أمام القطاع الخاص الذي نعول عليه. بدون القطاع الخاص لا نستطيع أن نلبي حاجات المجتمع أو نستوعب هذا الكم الهائل من المطالب والخدمات. الفساد بمعالجاتنا الحالية نستهدف استرداد الأموال من الفاسدين الذين تجاوزوا على المال العام بحكم وجودهم في مواقع رسمية أو غير رسمية واحتالوا على الدولة. هذا تحدي وهذا التزام أمام حكومتي أمام الشعب. قطعنا خطوات مهمة وأسسنا لهذا المفهوم في مكافحة هذا الظاهر. أما مسألة القطاع الخاص بعد مكافحة الفساد، يجب أن نكون على استعداد لتهيئة البيئة السليمة الجاذبة للقطاع الخاص، بعيداً عن الروتين، عن التعقيدات، عن آليات العمل المعطلة التي يشكو منها كل القطاع الخاص. أنا أولي اهتمام لهذا الأمر، أتدخل على مستوى المشروع والمستثمر في هذا الموقع أو ذاك لإيمان المطلق بأهمية هذا القطاع الذي سوف يكون أفضل سند للحكومة في معالجة الأزمات.
Thank you. شكرا. One of the biggest worries that Iraqis. ما هي أكبر المخاوف التي يتطرق إليها العراقيون؟ قوة ونفوذ المجموعات المسلحة التي لا تحترم سيادة القانون. ما الذي برأيك ستتمكنون من فعله من أجل السيطرة عليها؟ وما هي الحدود؟ هذه واحدة من القضايا الحساسة والتي تواجه مهمتنا في بناء الدولة وسلطة القانون، وقد خضعت لنقاش مع كل الأطراف السياسية والتي لديها أجنحة مسلحة، وخرجنا باتفاق، وأنا ذكرته قبل أن أكلف رسميا، بأن سلطة الدولة، إنفاذ القانون، المؤسسات الأمنية خيار لا بديل عنه، ونذهب لمعالجة كل المشاكل والمخاوف والقضايا أو المتبنيات التي لدى البعض في مسألة سيادة البلد وفق الأطر الدستورية والقانونية، وخصوصا ما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية التي هي عادة ما تكون سبب لبعض الجهات المسلحة أن تستخدم العنف. خرجنا باتفاق أن هذه الحكومة هي المعنية بإيجاد هذه التفاهم مع المجتمع الدولي لشكل العلاقة المستقبلية، خصوصا في علاقتنا الأمنية مع قوى التحالف الدولي. الحكومة بأجهزتها المعنية وبشكل مهني هي من تقرر هذه الحاجة والوقت والمجالات لهذا التعاون، وهذا باتفاق سياسي قبل تشكيل الحكومة، ولحد الآن الكل حريص على تنفيذه. That's very interesting. The Iran influenced groups traditionally. المجموعات النفوذ الإيرانية اعتبرت الوجود الأمريكي هنا كتهديد لوجودها. هل تعتقد إن هناك قبول أكبر بين هذه المجموعات للحاجة لقوات أجنبية غير مقاتلة أمريكية وغيرها؟ نعم، هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وفي الأحيان يصور أن الدولة العراقية غائبة ليس فيها من المؤسسات أو رجالات الدولة أو الوطنيين الحريصين على استقلالية القرار الوطني. بنفس الوقت لا نجد من الجانب الإيراني تدخل أو وصاية أو فرض لقرار أو توجه. كل ما هنالك لوصف طبيعي لطبيعة هذه العلاقة، إيران دولة جارة، ولدينا من المشتركات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية التاريخية، من مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العملية السياسية قبل 2003 وبعد 2003. هناك علاقة إيجابية مع كافة القوى السياسية ومن كل المكونات، كما هي العلاقة السياسية متميزة مع كثير من دول المنطقة، وهذا عامل إيجابي. أما أن يكون التدخل بالطريقة التي تؤثر على أمن الدولة والتحكم بمؤسساته، فهذا بالتأكيد غير موجود وهو أصلاً غير مقبول. الكل حريص، كل العناوين مهما تباينت التسميات للمجاميع، للفصائل، للجهات السياسية، الكل حريص على استقلالية القرار الوطني العراقي. I guess let me try to make the question more simple. There's a recent agreement between Saudi Arabia. تم التوافق مؤخراً بين المملكة العربية السعودية وإيران، ويبدو أن العراق طلع بدور ما. أنتم في
with the help of pro-Iran groups, but you also have to balance that you want to improve relations with these Sunni Arab countries. Do you believe this agreement? هل تعتقد أن هذا الاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية سيساعد؟ أعتقد قد أجبت عن طبيعة العلاقة بين العراق وإيران. قضية الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران بالتأكيد هذا مرحب به وأعلنا بشكل رسمي، والعراق بحكوماته منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وحكومتنا استمرنا بمنهج تقريب وجهات النظر بين البلدين وإزالة كل المخاوف وبؤر الاختلاف وعدم التفاهم. دولتين مهمتين في المنطقة، علاقات طيبة قطعا تنعكس بشكل إيجابي على استقرار المنطقة، تصب في خدمة توجهنا لخلق هذه الشراكات الاقتصادية. موقع العراق الجغرافي مع دول المنطقة، ما موجود من ثروات، من مزايا، من فرص، ممكن أن يؤهل لنوع من التكامل الاقتصادي في المنطقة ينعكس على استقرارها وازدهارها. Okay, wonderful. I think we have time for just two very quick questions. أعتقد أنه معنا وقت لسؤالين سريعين. أولهما أنك ذكرت في مداخلاتك مرارا التنوع في العراق والأقليات العراقية. هناك تطورات أخيرة يشعر جراءها الأقليات أنهم مهددين وأن البلد يصبح محافظا دينيا وأنه ليس هناك أي مجال أو مساحة لهم. ما هو رأيك؟ وجود الأقليات والمكونات الكريمة في العراق ضمن هذا التنوع بتقديري هو عامل قوة، وهم جزء أصيل من المجتمع، لهم إسهامات في بناء الدولة العراقية، وللأسف تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل داعش الإرهابية. كلنا يستذكر ما حصل في سنجار وضد الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك من اضطهاد من هذه المجاميع الإرهابية، ونجد من الالتزام الشرعي والوطني والأخلاقي أن ننصف هذه المكونات بالرعاية والاهتمام. في حكومتنا تبنينا إنشاء صندوق لدعم المناطق في سنجار وكذلك في سهل نينوى، وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار. بالتأكيد المهمة الأكبر المحافظة على حقوق هذه المكونات وعدم المساس بها وفق مبدأ الديمقراطية، وهو مبدأ دستوري أقر والتزم به كل أبناء الشعب العراقي، وسوف تمارس الحكومة واجباتها بالحفاظ على هذا الحقوق وضمان تمكين هذه الأقليات من ممارسة حقوقها. And just one final question on let's ask you about climate change. سأتطرق إلى التغير المناخي والمشروع الذي ذكرته باقتضاب في مداخلتك. قلت في السابق أن أحد التحديات ومخاطر التغير المناخي ليس فقط أمن الغذائي بل التداعيات الأمنية. ما هو على المحك؟ ماذا يحصل إن لم يعالج التغير المناخي بالطريقة المناسبة ولا سيما في المجال الأمني؟ بدءا الحديث عن تهديد المناخ والتغيرات المناخية في العراق ليس حديث ترفي أو كمالي، فعلا هناك تهديد وجودي، كون مجموعة مشاكل تزامنت في وقت واحد. اليوم لدينا شحة في المياه في نهري دجلة والفرات، لدينا زيادة في نسبة التصحر، لدينا مشاكل في معالجة مياه الصرف الصحي، لدينا مساحات للأسف بدأت تقل بشكل كبير مساحات الخضراء، والمشكلة الأهم هذا الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق
ويسبب الكثير من الانبعاثات التي انبعاثات الغازات الدفية التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري. أمام هذه المشاكل والتحديات الخطيرة لابد أن يكون هناك برامج وعمل حثيث من قبل الدولة. بالتأكيد المجتمع الدولي مطالب بمؤسساته ومنظماته أن يناصر ويساعد العراق في جهوده لمواجهة ومعالجة هذه التحديات. في الأسبوع الماضي كان لدينا مؤتمر هو الأول في البصرة، وضم مجموعة من المختصين والباحثين والسفراء بعثة الأمم المتحدة في بغداد، ومن المؤمل أن نعقد في نفس هذا العام مؤتمر دولي يضم الدول الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة. Wonderful. Prime Minister Sudani, thank you so much for speaking with us. It's been wonderful having you. كان من الرائع استضافتك.